طيب خلينا ننتقل لموضوع الحقيقة موضوع بيهم قطاع كبير جدا من المصريين. في اهتمام كبير قوي بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية. هل هيتم تخفيض الحد الأدنى للقبول في عدد من الجامعات؟ هل في اختبارات أصلا للقبول؟ إيه التخصصات المتاحة بالجامعات كلية الخاصة والأهلية؟ تفاصيل كتير هنعرفها من دكتور محمد حلمي الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك يا فندم. يعني السؤال الأبرز هو إمتى هيتم فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية؟ إحنا هنفتح إن شاء الله يوم السبت 5/2 اللي هو أول يوم في أجازة نصف العام. طيب عظيم يا فندم، هل في شروط للقبول في المرحلة الثالثة؟ الشروط هي حدود الدنيا اللي إحنا حددناها، هي دي الشرط الوحيد للتقدم، وان يكون في مكان شاغر يتقدم عليه الطالب. طيب يا فندم، خلينا برضو نعرف من حضرتك، هل في اماكن شاغره في الجامعات سواء الخاصه او الاهليه؟ في اماكن شاغره في كافه الكليات وفي كافه التخصصات وفي كافه الجامعات سواء خاصه او اهليه. طب عدد الطلاب المستهدف قبولهم يا فندم في المرحلة الثالثة؟ حسب العدد اللي يتقدم، احنا لسه طبعا عندنا اماكن كثيرة فاضية، يعني حسب الطلب اللي هتتقدم احنا هنقبلهم ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب يا فندم، يعني يمكن المصريين اعتادوا ان يكون التنسيق دايما بعد انتهاء العام الدراسي في فترة الصيف. ممكن حد يستغرب ان في تنسيق للقبول في كليات وجامعات في أجازة نصف العام، فممكن حضرتك توضح أكتر للسادة المشاهدين ليه وصلنا لهذه؟ هو القبول في أجازة نصف العام هو القبول للفصل الدراسي الثاني، وده طابع اللي بيحصل في الكليات ذات الفصلين الدراسيين. أنت ممكن تقبل في الفصل الدراسي الأول وممكن تقبل على الفصل الدراسي الثاني. طيب يا فندم، كان في كلام انه هيتم تخفيض الحد الادنى للقبول بالجامعات سواء الخاصه ايضا او الاهليه، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ لا، ما فيش تخفيض حضرتك لحد الدنيا خالص. طبعا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمد حلمي الغوري الامين العام لمجلس الجامعات الخاصه والاهليه، بنشكرك يا فندم جزيل الشكر على هذه الايضاحات.